تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بتوحيد الجهود لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا، أكد وزير شؤون الكهرباء والماء تكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء اعتبارا من الأول من شهر يوليو. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون الكهرباء والماء. سعادة الوزير، مساء الخير وأهلا بكم في نشرة أخبار الثامنة. بداية، ما هي دلالات وأهداف تكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء اعتبارا من الأول من شهر يوليو؟ أسعد الله مساكم بكل خير وأشكركم على هذه الاستضافة، وبداية يشرفني أن أرفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة آهل بيت مفدى حفظ الله ورعاه على توجيهاته الملكية السامية بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا COVID-19، وأنا أشيد بقرار مجلس الرأي الموقر في جلسته المنعقدة يوم أمس برئاسة صاحب السمو الملك الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حول تفعيل عدد مبادرات بعد الاجتماع والتشاور مع السلطة التشريعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وأخمرياتهم، والتي من ضمنها التكفل بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين المواطنين في مسكنهم الأول. هذه القرارات تأتي من منطلق حرص الحكومة الموقرة على الحفاظ على النمو المستدام ودعم المواطنين وتحقيق تطلعاتهم، وأيضا تسخير كافة الإمكانيات والموارد لتخفيف آثار جائحة كورونا على المستوى المحلي. نعم سعادة الوزير، لو توضح للسادة المشاهدين الفئة التي ستتكفل الحكومة بدفع فواتيرها، وأيضا مدة تكفل الحكومة لهذه الفواتير. ستتكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين المواطنين في مسكنهم الأول بدءا من يوم الغد الأول من يوليو لمدة 3 أشهر، يوليو وأغسطس وسبتمبر، بما لا يتجاوز فاتورة العام الممصرم. نعم سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون الكهرباء والماء، شكرا جزيلا لك.